استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بمقر إقامته بالعاصمة سنغافورة صباح اليوم معالي لورانس وونغ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية السنغافوري. تم خلال المقابلة بحث سبل مواصلة توطيد العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان وجمهورية سنغافورة وكيفية الاستفادة المشتركة من التجربة التنموية والاقتصادية لكلا البلدين، إضافة إلى تبادل الآراء حول الأمور التي تهم الجانبين. حضر اللقاء من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومعالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن. ومن الجانب السنغافوري معالي الدكتور محمد مالكي بن عثمان وزير بمكتب رئيس الوزراء رئيس بعثة الشرف وعدد من المسؤولين السنغافوريين. We'll be right back.